فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط لمن أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، هل يشترط أن يبقى بعد التحلل من العمرة في مكة، أو يجوز له أن يرجع إلى بلده؟ إذا رجع إلى بلده وعاد للحج فإنه يكون مفردا ولا يكون متمتعا. شروط التمتع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، سافر مسافة قصر انفسخ تمتعه وصار إفرادا. بعض العلماء يقول: لا، ما يصير إفراد إلا إذا رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده يصير إفراد، وأما إذا سافر إلى غير بلده بين الحج والعمرة فهذا لا يضر، ولكن الجمهور على الأول أنه إذا سافر مسافة قصر بين الحج والعمرة فإنه إذا جاء للحج يكون مفردا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.